السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بشير، واليوم سوف أتصل أول شيء لدراغون بول جوجو، بعد ذلك سوف أتصل لأصحاب جوجو في جتة وهوشي وجوان. الآن علي أول شيء أنا أضغط على هذا الزر وسوف أتصل لسون جوجو. الآن ضغطت عليه. أهلا وسهلا بشير، كيف حالك؟ الحمد لله، وأنت كيف حالك يا سون جوجو؟ الحمد لله أنا بخير. اسمعني يا سون جوجو، سوف أتصل لأصحابك. من هم؟ في جتة وهوش وجوهان. أوكي، هذا جوجو الاسم. الآن إذا ضغط الشخص سوف أضغط عليه. هناك أسماء كثيرة من دراغون بول جوجو في جتة، هوشي، جوان، بيكولو، فريزر، ريديت، نابا. سوف أختار الآن في جتة هوشي جوان. لقد ضغطت عليه. واو، كل صح. أهلا في جتة، أهلا جوان، أهلا هوشي، كيف حالكم؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ماذا تفعل في جدة؟ أتمرن. عند من يا جوجو؟ أتدرب عند السيد ويز. لماذا لم تقول لي في جدة؟ ألا أعطيكم يا كاكاروت؟ سون جوجو أقصد. عادي. أوكي. فيجيتا تعال قتلني اليوم، انا مشغول. ايه لماذا؟ سوف اخبرك بعد قليل لماذا. اوكي، الى اللقاء فيجيتا، الى اللقاء، الى اللقاء جوهان، الى اللقاء، الى اللقاء يوشي، الى اللقاء، الى اللقاء جوجو، الى اللقاء يا بشير، نلتقي بعد قليل ان شاء الله. طبعا لقد انتهيت المكالمة. طبعا لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك وشير وكومنت على اللقاء يا اصدقائي، اتمنى ان الفيديو عجبكم، وشكرا لانكم شاهدتم هذا الفيديو للنهاية. الى اللقاء.